والاسماعيلي ما كنتش مبسوط هناك. في الاسماعيلي ما كنتش مرتاح. تلعب في فريق كبير بحجم نادي الاسماعيلي عنده جمهور عظيم. موجود انت في فرقه لو الجو فيها كويس هتبقى من اهم اللعيبه في مصر. بس للاسف الجو هناك ما كانش هيئ ان انت تبقى لعيب كوره محترف في الدوري المصري او في اي دوري. الجو كان سلبي جدا، مشاكل كل يوم بتتكلم في فلوسك، 6-7 شهور ما بتاخدش السالري بتاعك. بتيجي عشان تمشي يطلب منك ان انت تتنازل عن مستحقاتك القديمه والجديده اللي انت كنت بتاخدها اصلا، اللي انت اصلا ما بتاخدهاش. انت عشان تمشي بتبقى محتاج القديم حتى على الاقل. انا مش عايز بتاعك بدايه السيزون. بدا الوضع يسوء لحد ما ربنا كرمني ومشيت بقى ورحت سموحة. انت لما مشيت من الاسماعيلي كان ليك قد ايه فلوس؟ حوالي 1.5 مليون. مليون ونص ما خدتهمش؟ ما خدتهمش خلاص يعني. نزلت عنهم؟ نزلت عنهم عشان اشتري حريتي. ياه طبعا كلمه كبيره دي. طبعا النادي الاسماعيلي انت يصعب عليك ان انت بتلعب في نادي كبير زي ما قلت لك، وانك في نفس الوقت بتشتري حريتك بفلوس ولو مليان الدنيا، بس ابقى مرتاح نفسيا. يعني في بدايه الحلقه قلت لك ان انا اهم حاجه عندي الجانب النفسي. صح. طيب انت قبل ما تطلع اوروبا كان عندك حاجه من الزمالك او الاهلي؟ كان في كلام من نادي الزمالك. بس انت كنت لعيب صغير فعندك طموح كبير انك تطلع اوروبا. لا ودي لعيب صغير وكبير، كويس انك تفكر في اوروبا. طموح كبير ان انت بتروح بقى دوري بلجيكي، منها ممكن تاخد خطوه دوري فرنسي، ممكن تاخد دوري الماني. حلو. فالموضوع طيب كان عشان جزئيه مهمه جدا مش عايز اختم لما اسالها. لما رحت سموحه مبسوط اعتقد اكتر من الاسماعيلي. اكيد. مظبوط. اكيد. والدليل ادائك المميز جدا مع سموحه، تألق قدام الاهلي، تألق قدام الزمالك. في الفتره دي برضو جالك عروض مظبوط؟ اكيد. جالك منين؟ جالي عرض من نادي العداله السعودي. انا اصلا زي ما قلت لك كنت بلعب معاهم. لما رحت لهم اعر فعلاقتي بيهم كانت كويسه جدا، ورجوعي ومشياني من عندهم ما كانش بايديا ولا بايديهم. كانوا هم الفرقه، انا كنت خلصت اعارتي فكنت خلاص ما ينفعش ان انا اكمل معاهم. حتى مع جم يشتروني من بلجيكا رفضوا بصراحه. فجالي العرض السيزون ده بمبلغ كويس، كان لنادي سموحه، وكان الكونتراكت بتاعي كان كويس. بس طبعا باشمهندس فرج كان رفض، لان احنا كنا في الفتره دي يعني ما كناش احسن حاجه. سلبية جدا. فبدا ان هو يقول لي مصطفى ما فيش حد في الفريق، انت لازم تكون موجود، انت واحد من عمدة الفرقه، اخر السنه اللي انت عايزه انا ممكن اعمله لك، بس اهم حاجه ان السيزون ده يعدي على خير ونفنش في مكان كويس. يعني منتخب مصر حد الفتره اللي فاتت تواصل معاك؟ انت نفسك حاسس انك قريب من المنتخب؟ انت راجل اشتغلت على منتخبات مصر كلها، سواء شباب، ناشئين، منتخب اولمبي، اكيد المنتخب الاول انت متارجته. اكيد طبعا. حد اتكلم معاك ولو حتى جسد او قال لك مثلا انت ممكن يا احمد تبقى معانا الفتره اللي جايه؟ لا ما حصلش بصراحه اي كونتاكت بيني وبين اي حد. بس اكيد اي لعيب بيطمح ان هو يكون موجود في منتخب بلده. خاصة ان انا جالي منتخب السعودية، لان انا اصلا من مواليد السعودية. ومش رفضته، بس طلبت وقتها ان انا اشوف اقيم الوضع باسلوب مختلف. لان جالك امتى؟ لما كنت في السعودية مع ابا والعدالة. جالك انك تلعب في المنتخب الاول السعودي؟ المنتخب السعودي. عشان انت اوريدي بتلعب من ناشئين وشباب هنا. بس انا لا طالما ما لعبتش منتخب ايه الاول. الاول عادي ممكن تمثل اي منتخب تاني. فانت قلت هلعب مع منتخب مصر. بس انا طلبت طبعا ان انا اشارك مع منتخب بلدي. هي. حتى ولو متاخر يعني. الموضوع بيبدا يختلف شويه. لو انت مستني عادي. ما عنديش مشكله. طالما انت بتجتهد وبتتمرن كويس وعندك تارجت ما فيش مشكله. هسالك سؤال انا متاكد من اجابته. انا متاكد ان انت متارجت لسه الاحتراف الخارجي مره اخرى. طبعا. بس. اللي انت شفته بره مصر محتاج ترجع له تاني. الكره مختلفه. الاسلوب مختلف. كل حاجه. فطبيعي ان انت بتحتاج ان انت تروح لاعلى ليفل. بس ده عمره ما هيجي بسهوله. لازم ان انت بتتعب، بتتمرن، بتعود نفسك على حاجات انت خلاص اكتسبتها من بره مصر. فان شاء الله انا اكيد بطمح ان انا ارجع تاني بره مصر. اعتقد انت اكتر حاجه كسبتها من بره مصر الفتره القليله اللي قعدتها في بلجيكا ديت هي العقليه اللي انا شايفها في الحوار ده بصراحه. يعني أكيد. واضح انه كمان انا عارف ان انت مرتب حياتك صح وبتفكر صح يعني، وواضح وصريح كمان في افكارك يعني. بالظبط.